سلمية سلمية لا طائفية، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، سوريا باقية وبشار راحل، سوريا حرة وستبقى حرة. ما شرط تكون الصرخة الأولى أعلى صرخة، ولا الخطوة الأولى أكبر خطوة، بيكفي إنه هالصرخة وهالخطوة يمهدوا الطريق للي بعدن. المقدم حسين هرموش كان من الصرخات الأولى العالية والخطوات الأولى الكبيرة بصوت الثورة وطريقه، بس ما كان انشقاقه هو طلقته الأولى ولا الوحيدة بوجه النظام. على عكس كتير حوادث انشقاق ضباط عن جيش النظام واللي بيبدأ نشاطهم الثوري بعد انشقاقهم، كانت قصة المقدم حسين هرموش مختلفة. بعد 22 يوم من بداية الثورة السورية، عرف حسين هرموش انه اجرام النظام ما رح يوقف عند حد، وانه رح يوجه سلاح الجيش على الشعب ويورط هاي المؤسسة بمواجهة الناس وبدمهم. بعد مظاهرات جسر الشغور ب 3 حزيران عام 2011، بلش النظام يجهز لحصار المدينة واقتحامها. وقتها كان حسين هرموش لسه منشق، بس كان شايف شو صار بحصار درعا وباقتحام مدن تاني. وقبل انشقاقه جهز بعض الكمائن والألغام ليقطع طريق القوات اللي بدها تقتحم المدينة ويحمي الناس من الإجرام اللي ممكن هي القوات تعمله. وبتسعة حزيران كانت القذيفة اللي وجهها حسين هرموش لنظام الأسد، طلع بفيديو أعلن فيه انشقاقه عن جيش النظام وتحديدا عن الفرقة 11، وحكى فيه عن ممارسات جيش الأسد وكيف لازم يكون الجيش الوطني. أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر، ومهمتنا الحالية هي حماية المتظاهرين العزل المطالبين بالحرية والديمقراطية. ما اكتفى حسين هرموش بإعلان انشقاقه بالفيديو، وجه كمان 4 رسائل كانوا بمثابة خطاب ثوري كامل. رسالته الأولى كانت للجيش، كانت محاولة منه لاسترداد أكبر قدر ممكن من الجيش ليكونوا بخدمة الشعب والبلد. الرسالة الأولى: نخاطب ضباط وصف ضباط وأفراد الجيش العربي السوري الحر، عليكم حماية المدنيين والأملاك العامة والخاصة والمؤسسات الحكومية من عصابات القتل والإجرام التي يقودها بشار الأسد في نظامه. رسالته الثانية وجهها لكل الشعب السوري لأنهم أساس الثورة وأمله. الرسالة الثانية إلى الشعب السوري الحر العظيم الكريم بكافة طوائفه: اطمئنوا، نحن العسكريين الأحرار نذرنا نفوس أنفسنا لحماية طلاب الحرية والديمقراطية في سوريا الحبيبة. أما رسالته الثالثة كانت دعوة صريحة للجميع بكل المناصب للتخلي عن نظام الأسد والانضمام للناس. كان عم يقول للكل أنه الفريق صار واضح ولا بد من الاختيار. الرسالة الثالثة: نخاطب كل من غرر به من قبل النظام بأن ينضم إلى صفوف الشباب المتظاهرين العزل الأحرار. ورسالته الأخيرة كانت للعالم، ما منشان يحررنا بس على الأقل منشان ما يوقفوا ضدنا. الرسالة الرابعة إلى كل أحرار العالم: الشعب في سوريا يريد ركوب سفينة الحرية والديمقراطية وبصدوره العارية وأغصان الزيتون، فساعدوه على ذلك. الأعلام الفارقة اللي عمل المقدم حسين هرموش أنه أسس حركة عسكرية باسم حركة الضباط الأحرار لتنظم عمل المنشقين عن جيش الأسد واللي بدهم يكملوا طريق بحماية السوريين، وكانت نواة تشكيل الجيش السوري الحر. هدف حركتنا هو مساندة الشعب السوري لاسترداد حريته المسلوبة، ولا نهدف إلى القيام بانقلاب عسكري أو أي عمل مشابه يخالف إرادة الشعب. بعد تزايد الانشقاقات بصفوف الجيش وخاصة بالمنطقة الحدودية، زاد النظام من العنف والإجرام اللي مارسوا على المدنيين وخاصة على العوائل العسكريين المنشقين وبلداتهم. وقتها بدأت أول تحركات النزوح باتجاه الأراضي التركية، واضطر حسين هرموش يطلع مع قسم من عيلته وأهالي بلدته ليأمن عليهم بمخيم حدودي خوفا من غدر النظام وإجرامه، واستكمل عمله بقيادة وتنسيق أعمال حركة الضباط الأحرار.
وبآخر شهر آب عام 2011 صار شيء غير متوقع أبدا وما صار من قبل. أحد ضباط الأمن التركي تواصل مع المقدم حسين هرموش وطلب منه لقاء من شان يحكوا بخصوص دعم الثورة والعناصر المنشقين. وفعلا بليلة 29 آب طلع الهرموش من المخيم اللي كان فيه وانقطعت أخباره تماما، حتى تفاجأ الجميع بظهوره على شاشة نظام الأسد. قبل بكم يوم من ظهور الهرموش على شاشة النظام وتحديداً ب8 أيلول اقتحمت قوات الأمن والشبيحة ضيعة بلين بريف إدلب وعملوا مجزرة بحق أهالي الضيعة وعيلة الهرموش. قتلوا أخوه الأكبر محمد واعتقلوا أخواته وليد وحسن وحتى اعتقلوا نساء من عيلته وولاد أخواته. بالتأكيد عملية خطف وتسليم حسين هرموش للنظام كانت خيانة من مجموعة عناصر أتراك تحاكموا عليها، ونحكم على الضابط اللي تواصل مع الهرموش وسلموا للنظام بعشرين سنة سجن، وتمت إقالة آخرين من مناصبهم. ب15 أيلول من نفس العام 2011 كان آخر ظهور لحسين هرموش. كان بمقابلة على شاشة تلفزيون الأسد أشبه بجلسة تحقيق علنية. أجبروا الهرموش يكذب حاله وعيونه ودم أهله وأخواته. وطبعا ما كان قصد النظام بهي المقابلة يقول إنه الهرموش كان عم يكذب من قبل، كان قصده يخوف كل الضباط والعناصر الباقين من الانشقاق والعمل ضده. كان عم يمارس الإرهاب مثل عادته. إني أحمل النظام المجرم على مسمع من العالم مسؤولية الحفاظ على حياة المقدم البطل حسين هرموش والإفراج عنه فورا. مصير الهرموش يا جماعة مثل مصير كل المعتقلين لساته مجهول للأسف. منتمنى له الخير والسلامة، بس تاريخ سوريا رح يكتب عن الضابط حسين هرموش اللي رفض أوامر بقتل الشعب وانشق عن قيادته لما شافه ضد مصلحة بلده، واضطر يدافع عن شعبه وأهله بسلاح. فقدنا الهرموش قبل ما يعرف زمن المساومات والمصالحات. ذنبه إنه حلم بحرية الشعب السوري، وهالحلم شكل خطر كبير كتير على النظام خلاه يخطفه ويعتقله. الهرموش يا جماعة كان صرخة بوجه النظام، خلى الضباط وعناصر تانيين يصرخوا، كان خطوة تصحيح بوصلة السلاح، خلى جزء من سلاح الجيش يحمي السوريين وما يقتلون. وأكيد يا جماعة لسه الطريق طويل وصعب لنخلي صوت السلاح وعقلية السلاح يكونوا لخدمة الناس وحمايتهم ما لتخويف والتحكم فيهم. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس؟ لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام. لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى هي أشياء لا تشترى؟